السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم أبنائي الطلبة في قناتكم بوك أند بن. النهاردة إن شاء الله زي ما وعدناكم امبارح إن احنا هنصور لكم أول سيشن أو أول حصة في منهج كونكت للصف الأول. هنتعرف في البداية كده على الكاركترز اللي هي الشخصيات اللي عندنا إن شاء الله اللي هتبقى معانا طول الترم أو طول السنة كمان. عندنا أول شخصية مس منى اللي هي التيتشر بتاعتنا. عندنا هنا الشخصيه الثانيه الجيرل الجميله دي اسمها ايه؟ هانا. وهنا البوي ده اسمه هاني، والبوي ده اسمه يوسف. والايه والليتل جيرل دي الصغنونه بتاعتنا اسمها اميره. وعندنا صديقتنا هنا البيزي بي دي برضو هتبقى موجودة معانا في معظم الدروس ان شاء الله. تعالوا كده مع بعض بقى نشوف كده اول بارت عندنا يونت 1 بارت 1 في الثيم اسمه الثيم 1 دوت اسمه about me يعني نشوف ايه ماذا عني. نشوف بقى احنا بنتعامل ازاي او بنتصرف ازاي. اول كلمة في الفوكابولري اللي عندنا الكلمة دي اسمها ايه؟ هالو يعني اهلا. دي كلمة للترحيب لما بيجي ارحب باللي قدامي بقولها ايه؟ هالو. ونلاحظ في النهاية هنا في بعديها علامة ايه؟ علامة تعجب exclamation mark اهي ظاهرة كده قدامكم. دي دايما بتبقى موجودة معايا هي او كوما لان احنا بعديها بنكمل الكلام زي ما هنشوف تحت. الكلمة اللي بعديها اسمها ايه؟ نيم. يعني ايه نيم؟ يعني اسم. اسم. شايفين العلامة دي انا ملونة لكم حرف الاي والاي عشان ايه؟ عشان حرف الاي لما بيجي بينه وبين حرف الاي في عندي هنا consonant يعني حرف ساكن، فهنا حرف الاي بيزقه بيقول له اي بيبقى مش عايز ايه؟ مش عايز يوقفه معاه، فده بيروح خالص وبننطق الاي بس بننطقها طويلة كده عشان هي بتزق الاي يبقى هنا دي اسمها ماجيك اي غيرت صوت حرف الا معانا تمام. يعني لو انا عندي هنا الكلمة دي كده اسمها ايه؟ نام. طب لو حطيت هنا ايه؟ بصوا هيتغير ذات اسمها نيم يعني اسم تمام. طيب لو عندي ناخده مثلا حرفين تانيين اهي كده دي اسمها ايه؟ بان نطقتها ا. اما لو جت هنا بقى ايه في الاخر هنا تزقها على طول مش عايزاها تقولها ايه فنقولوها pain اوكي. طيب نشوف باقي الكلمات عندنا الفوكابولري بتاعتنا بتقول ايه. احنا قلنا هنا دي اسمها ايه؟ name اوكي. عندنا اللي شبهها برضو هنا شيك عشان هنا في ا وهنا في ايه اهي فبتزقها تقولها ايه تبقى اسمها شيك. والسي اتش طبعا اسمها ايه؟ ش. السي اتش لما بتيجي مع بعض الاثنين دولت هما المتلولين كده دولت اسمهم ايه؟ ش تمام. يعني تعالوا ناخدوا امثله عليها. احنا اتفقنا ان دي الاثنين دول كده مع بعض اسمهم ايه؟ ش تمام. طيب لو جت معاها كده تبقى اسمها ايه؟ شارك. طب لو جت كده ها شوز تمام. طب لو كده شيب يبقى سب واس ها ايكوال شا س سب واس ها ايكوال شا ساب وصها إيكوال شير. إس لما تيجي مع الإتش تتنطق شير تمام. يلا ناخد بقية الفوكابلوري بتاعتنا. عندنا هنا إيه بقى؟ جود باي
shake hands shake hands shake hands shake hands يعني ايه؟ بيسلموا على بعض او بيتصافح مع زميله. لما باجي اقدم نفسي لشخص بقول ايه؟ بقول I am واكتب النيم على طول. I am انا بتكلم عن نفسي فطبيعي هقول I am I am I am تمام؟ طيب لما باجي ارحب بالشخص اللي قدامي هقول له ايه؟ هلو فلان واقول اسم الشخص دوت. اوكي؟ طيب يلا بينا نشوف هنا دول اصحابنا دول بيقولوا ايه؟ هلو هلو. بصوا ملاحظين انا معلمه لكم هنا على ايه؟ اتفقنا بعد هلو يا اما بيجي الاكسكليميشن مارك اللي هي علامه التعجب دي يا اما بيجي كوما. تمام؟ هنا حطينا كوما عشان احنا لسه مكملين كلام تاني. هلو كوما I'm هاني. هلو I'm هاني دوت هاني بيتكلم. احنا خدنا صورته في اول بيجي. هاني اللي بيتكلم عن نفسه بيقول ايه؟ هلو وحط الكوما I am هاني. I am I am اللي هي المفروض I am. بس بصوا احنا هنا عملنا ايه؟ عند الا رسمنا في اهو السيزرز المقص دوت من قص الا. اول ما نقص الا نشيلها على طول نحط الايه ابوستروفي هنا على طول مكانها. تمام؟ هلو I am هاني. هلو I am هاني. واقفل الكلام بفول ستوب. لازم انهي كلامي بفول ستوب ما اسيبش الجمله مفتوحه كده. طب تعالوا هنا دي بتقول مين بقى؟ هلو برضو وحطينا كوما زي فوق هنا اهو. هلو I am Miss Mona. اهو زي ما اتفقنا بنقول I am والاسم I am Miss Mona وحطينا برضو فول ستوب. وهنا الابوستروفي بدل الا اللي احنا قصيناها من هنا. طب لما عايزه اسال شخص اسمك ايه بقول له ايه؟ What's your name? What's your name? What's your name? هي what's دي المفروض برضو المفروض ان هي what is. تمام؟ هي what is بس انا هعمل ايه بقى؟ دي تي على فكره عشان ما حدش يفكرها بس. هجيب السيزر هنا واعمل ايه؟ اقص الايه؟ الاي. طالما قصيت الاي احط مكانها ابوستروفي على طول. What's يبقى what is what's. هي هي دي هي دي بس دي لونج فورم ودي شورت فورم. شورت عشان احنا قصيناها. ماشي؟ What's your name? What's your name? اسمك ايه؟ لما هو هيجي يجاوبني هيقول لي I am ويقول اسمه زي ما اتفقنا. لما باجي اقول اسمي بقول I am واقول اسمي. تمام؟ طيب انا ما اجي اسال حد عن اسمه ما ينفعش اقول له واتس يور نيم كده على طول. المفروض لو انا هتكلم بطريقه مهذبه بقول ايه الاول؟ ها لازم ارحب بالشخص اللي قدامي وبعد كده اقول له انا اسمي ايه وبعد كده اساله عن اسمه. ما اروحش اقول له واتس يور نيم كده على طول اسمك ايه؟ لا كده مش ذوق. انا بقول له الاول هالو وحطينا اهو كوما. هالو اي ام هبه. هالو اي ام هبه. يبقى هبه بتتكلم بتشوف البنت اللي جيرل اللي واقفه قدامها فبتقول لها هالو اي ام هبه. اهلا انا هبه. واتس يور نيم. خلاص طالما هي قالت لها اسمها تسالها بقى عن اسمها بقى هي كمان عادي كده. دي تبقى حاجه لطيفه. هي بقى لما تيجي ترد عليها بقى البنوته الثانيه اللي واقفه قدامها طبعا لازم هتقول لها هالو برده ترد عليها كده عشان هي كمان تبقى مؤدبه معاها. وحطينا الكوما اهي. هالو اي ام هانا. اوكي يبقى هنا قالت لها هالو اي ام هبه. واتس يور نيم. قالت لها هالو اي ام هانا. يبقى كده هم اتعرفوا على بعض بس بطريقه ايه؟ لطيفه كده ومؤدبه. تمام؟ هنا هنعمل ايه؟ لوك اند انسر يس اور نو. هنزل لكم الشيت بتاع الاكسرسايز دوت ان شاء الله مع لينك الحلقه على الجروب. فهنا هنكتب ايه؟ المفروض احنا هنتشوز يس اور نو. هنا دي جيرل اهي فاكرينها دي مين؟ ها دي هانا صح. تمام كده. ام هاني دي هاني نو طبعا. فهنكتب ايه؟ نو. جود باي. جود باي يعني مع السلامه. لا ده مش مع السلامه ده بيسلموا على بعض. ده لسه مقابلين بعض وبيسلموا على بعض. لا يبقى ده مش جود باي. يبقى هنختار هنا نو. اي ام اميره. از ذيس اميره؟ طبعا نو برضو فهنختار نو. هالو اهو ده بيقول ايه؟ اهو هاي. هاي يعني هالو برضو. اوكي يبقى دي يس. اي ام مس منى. از ذيس مس منى؟ يس. يبقى هنختار يس. انا كده ايه غششتكم الهومورك ها؟ بس هشوفه برضو هتبعتوا لي الانسرز بتاعتكم الاجابات تحت البوست
في كومنت تحت البوست، في تعليق تحت البوست يعني، وانا ان شاء الله ايه هصححه ونشوف مين الشاطرين بقى اللي معانا. هنا هنعمل ماتش بعد ما نحفظ الفوكابولري اللي احنا خدناها ورا، هنحفظها هي موجودة هنا اهي، وهنعمل ماتشنج الصورة هنوصلها بالكلمة المناسبة معاها. وبعد ما نكون حفظنا هنا هنعمل سبلاي، يعني هنكتب الحرف اللي ايه اللي ناقص. تمام كده. هنا هنعمل ايه؟ هنعمل انسكرامبل، يعني هنرتب الكلمة دي طبعا بعد برضو ما نكون حفظنا الكلمات. طبعا دي ميس مونا ودي بيزي بي صديقتنا الجميلة، ودول بيعملوا ايه؟ شيك هاندز. ماشي. وهنا دي كلمة نيم وهالو، بس طبعا الترتيب ازاي؟ واميرة. تمام، اهي اميرة. الترتيب هيبقى ازاي؟ ده بعد ما نحفظ. دي بقى الجزء المهم اللي انا عايزه احله معاكم، البانكيت ويت، يعني علامات الترقيم. نركز بقى وما تقلقوش، دي بسيطه جدا جدا، وان شاء الله بعد ما ناخدها مع بعض كذا حلقه محدش هيشتكي منها تاني. بصوا بقى دي عباره عن ايه. احنا زي ما اتفقنا وزي ما قلت لكم نفس الكلام اللي انا لسه قايلاه دلوقتي بس هكرره تاني، احنا لازم لما نبدا في اول الجمله كده هنا في اول الكلام لازم نبدا بحرف كابيتال. اول الكلام لازم ابدا بايه؟ بحرف كابيتال. في اي كلام بقى، اي جملة عندي، يبقى اول حاجة عندي بتبقى خطأ دايما ببص عليها اول حرف بلاقيه سمول، لا ده هعمله كابيتال. وبعد كده ابتدي اقرأ بقى دي كلمة ايه؟ هالو. طب هالو دي احنا قلنا دايما بيجي بعديها ايه؟ مين اللي فاكر اللي شاطر؟ احنا هنعملوها اهو، ادي اول حرف كابيتال اهو، ادي كلمة هالو. اكتب بقى اكمل بقى بقية الجملة على طول؟ لا، هالو واحط ايه؟ واحط كوما. برافو الناس اللي مركزه معايا، واحط كوما. وبعد كده اجيب كلمه ايه؟ اي ام هانا. اي ام هانا، ايه ده؟ هي الاي بتتعمل كده؟ لا، الاي لما بيكون معناها انا، لما اكون بتكلم عن نفسي، لو جت بقى في اول الجمله او نص الجمله او اخر الجمله او في اي مكان لازم تبقى كابيتال. الاي بمعنى انا، اي بمعنى انا لازم تبقى كابيتال. لكن اي زي مثلا هنا في الكلمه دي كلمه مس مونا، الاي دي لا دي تبقى سمول عادي، لكن الاي اللي بمعنى انا بصوا لازم تبقى كابيتال. اوكي. طيب هنا اهو هالو وحطينا ايه؟ كوما. تمام، احنا اتفقنا هي ممكن تبقى كوما ممكن تبقى اكسكلاميشن مارك اللي هي علامه التعجب، بس بما ان احنا هنكمل كلام تاني بعديها فبنكتب كوما. هالو وحطينا كوما والاي بتبقى كابيتال، والام هي دي المفروض كان اصلها ايه؟ كان المفروض اصلها اي ام. طب عملنا ايه؟ جبنا السيزرز المقص وقصينا الاي، الادي هنا مش موجوده اهي، الادي مش موجوده، يبقى راحت فين؟ قصيناها. طب طالما قصيناها هحط مكانها ابوستروفي، طالما اتقصت الا من مكانها بحط الاي ابوستروفي واكتب الام عادي. هالو ايم هانا. هانا ده اسم جيرل اهي، صاحبتنا صديقتنا هانا. اسم اي شخص لازم يبدا بحرف كابيتال، يبقى الاتش دي كمان اعملها كابيتال. هنا كده خلصنا؟ لا ما خلصناش، مس اماني قالت لازم نربط الكلام. نربط الكلام بايه؟ هنربط الكلام يا اما فول ستوب، يا اما كويستشن مارك اللي هي علامه الاستفهام، يا اما اكسكلاميشن مارك علامه التعجب. طب هنا الجمله دي اللي عندي هربطها بمين في دول؟ تمام، هربطها بايه؟ بابستروف اللي هي الدوت ديت، عشان ده سؤال جملة عادية مش سؤال. لكن هنا في اللي بعديها ديت واتس يور نيم، واتس يور نيم زي ما اتفقنا ال W لازم تبقى كابيتال، واكبر قوي بقى الحرف عشان ابين له ان انا عارفة ان هما الاثنين شبه بعض بس ده كابيتال، وبكتب ادي وات. طب دي المفروض ايه؟ احنا مش لسه قايلين ان هي المفروض اصلها وات از، يعني هنا في اي متشاله، اه طالما في اي متشاله احط مكانها ابوستروفي واكتب الايه؟ الاس واتس، وبعد كده اكتب يور مش هتتغير، ونيم مش هتتغير. كده خلاص؟ لا مش خلاص، لازم نربط الجمله. هنربط الجمله بايه؟ ده سؤال بادئ بوات، وات وات وات، يبقى سؤال، يبقى اربطه بايه؟ بكويستشن مارك. واتس يور نيم ده سؤال اربطه بايه؟ بكويستشن مارك. تمام كده. وطبعا اخر سؤال دوت الكوبي، ان انا بكتب نفس الجمله دي بنفس الخط ده، لو تعرفوا تكتبوا احلى يبقى طبعا يا ريت تكتبوه هنا في مكانه، وتبعتوا لي بقى ان شاء الله الاجابات كلها عشان اصححها، ونتابع مع بعض كده ان شاء الله حلقه بحلقه.
لغايه ما انزل لكم الشيت ان شاء الله مع لينك الحلقه، لغايه ما الكتاب باذن الله يعني ان شاء الله الحصه الجايه هيكون الكتاب بقى متواجد، عشان اللي حابب ان هو ياخده ياخد نسخه منه ويتابع معايا من النسخه ديت ونحل مع بعض على طول، مفيش مانع وعادي يبقى افضل. عايزين تنزلوا اللينك على تنزلوا الشيت كل مره برده مفيش مشكله، يا ريت تدوسوا سبسكرايب واشتراك للقناه عشان يصلكوا كل الحلقات بالترتيب ونخلص مع بعض المنهج، وبالتوفيق للجميع. السلام عليكم ورحمه الله.